الطقم اللي نزل عليه العرض ب 800 جنيه بس ببلاش، حاجه وهم بجد، طقم اكتشاف تحفه، شغل الفنان المتميز هاني كلاس. الشغل ده فرست كوبي من الكريستال، حاجه رهيبه، شايفين الجمال ده باللون الروز، تحفه فنيه. 7 قطع من الطقم الخشاف ده، 7 قطع وب 800 جنيه بس. قمه الروعه، قمه الروعه فعلا، بسم الله ما شاء الله. مبروك على اصحابه واللي اختاروه، وذوقهم جدا راقي، كل الواناته عامه حلوه، سواء الفامي، الروز، الموف، الاحمر، كل الواناته، وهصورها لكم بفضل الله.